Damn. مصابا ودخول اللاعب حسين عبيدات. هذا هيلدر غير متسلل وجول جول. هدف ثاني للوحدات بأقدام هيلدر الهداف البرازيلي. هذا مهاجم وليس مدافع. أعتقد بأنه إدارة الوحدات جابته وتعاقدت معه. ومن أول فرصة بالشوط الثاني البرازيلي يعني تسديد الوحدات هدفين. وهيلدر يدك ركنية مع دخول محمود شلباية. هل يتغير الوحدات؟ هل يكون الهدف الأول؟ وجول برازيلي واسمه هيلدر في أول مباراة يخطف هدف التقدم للوحدات. هيلدر يضع الوحدات في المقدمة. هدف للوحدات. إلى أبو كبير. تردد أبو كبير. تأخر أبو كبير في التسديد وما زالت الفرصة. التسديد والدربكة وجول. الدقيقة 33 يشهد هدف التقدم لفريق نادي الوحدات. والكرة المرتدة وصلت لهيلدر ودكها في الشباك. المحترف البرازيلي يسجل ثاني أهدافه مع فريق الوحدات. يؤكد بأنه صفقة من نار. هل هي صفقة مدافع أم مهاجم؟ تاريخيا لم يفز كفرسوم على الوحدات وما زال التاريخ الآن يكرر نفسه بهذا التقدم. كرة من الدماري والراسية والهدف الرابع. الهدف الرابع من البرازيل الهداف. هدفين لفرانشيسكو وهدف لإلدا وهدف لبهاء فيصل. إذن والرعب في عالم كرة القدم داخل منطقة الجزاء. رعد وبرق ومطر. رعد وبرق ومطر. السحب الزرقاء هنا تمطر في عمان. السحب الزرقاء تمطر في عمان. سحاب يصل الى النقطة 30. احسان زياد شوف هذا الهدف. يا سلام هز الملعب بزلزال. For those who...
listening? Damn. Are you listening? Damn. Are you listening? Damn. Bye.
the moment for those who